ده؟ وطي صوتك. صوتي ايه وبتاع ايه؟ ده الراجل بيقول لك هيعمل مشروع بقال. مامي داود ملوش دعوة بده، أنا بحبه، هو ملوش علاقة بأهله. بتحبيه؟ طب يا أختي يلا قدامي بقى. إحنا نخش في الموضوع. اتفضل. إحنا بنتشرف وطالبين إيد بنتكم القمر سلمى لابننا الصيدلي اللي يفرح. إحنا طبعًا لسه بنتعرف، تعرف بس. آه طبعًا. بس يا ترى يا داود أنت جاهز الجوازة دي؟ آه إن شاء الله يا عم. آه طبعًا يا حبيبي، كله مشيئة ربنا. بس سلمى قالت لك أنت شغال في صيدلية، وأنا سألت وعرفت إنك أنت بتاخد 4000 جنيه. ويا ترى أنت جاهز الجوازة دي ولا بابا هيساعدك؟ يعني حضرتك أكيد بابا هيساعدني وخطوة بخطوة وإن شاء الله ألاقي شغل أحسن. شقتك فين يا حبيبي؟ لا بصراحة ما جبتش. ما جبتش؟ أنت عارف يا ابني طبعًا الطلبات العادية اللي زي أي أب بيجيبها لبنته تبقى عاملة إزاي؟ والله يا فندم نستفسر منك إيه هي الطلبات العادية؟ أهي من باب العلم بالشيء، نفهم برضك. كويس أوي. سلمى هتنزل تنقي شبكة. والشقة في كومباوند. كومباوند من اللي حوالينا. بس مش هتقل عن 3 أوض. آه، زي شقتنا برضك، وزي الشقة اللي جابها لك أبوك. ولا هذا ودار. هو شوف حضرتك، بالنسبة للشبكة ده شيء مفروغ منه. لأن دي بتبقى هدية من العريس للعروسة. أما بالنسبة للشقة ممكن ياخدوها إيجار عشان يعرفوا يدفعوا الإيجار. إيجار؟ أنا سلمى بنتي ما تسكنش في إيجار. داود، أنت قدامك قد إيه وتشتري شقة في الكومباوند؟ والله يا فندم نعرف الأسعار عندكم إيه؟ لو كاش ندفعها، لو قسط نقسطها، أهو من باب العلم للشيء برضو ولا إيه؟ من غير ما تسأل يا خالو، والله أقل شقة في الكومباوندات اللي حوالينا بتبقى في حدود 2 مليون، 2.5 مليون، ودي بتبقى 2 بيدرومز مش متشطبة، واستلام كمان 2 سنين. ولو بقى عايز تقسيط على 10 سنين تبقى هي نفس الشقة بس ب3 مليون أو ب3.5 مليون. طب 2.5 مليون، 3.5 مليون، يعني سهلة. وأنت إيه رأي حضرتك؟ والله أنا بقول نقرا فاتحة ونلبس دبل، ويبقى كده حجزنا سلمى لداوود، وبعد 2 سنين يكون ربنا كرمهم ياخدوا الشقه اللي هم عايزينها والشبكه. خطوه في 2 سنين احجز بنتي 2 سنين؟ سلمى مش الحجز، سلمى مش ثلاجه عشان احجزها. فعلا البنت مش ثلاجه ولا غساله عشان تتحجز. انا فهمتك يا فندم. بعدين بتستعجب على خطوه في 2 سنين؟ في ناس بتقضي 4 خطوات في 20 سنة. خلاص بقى يا خالو، حضراتكم مكلفين نفسكم وجايين لحد هنا عشان تكلموا في حاجه كمان 2 سنين؟ لما تبقوا جاهزين يا جماعه، وانت يا داود لما تبقى جاهز تبقوا تتفضلوا تشرفوني هنا. اتفضلوا تعشوا. شكرا يا فندم، ملوش لزوم، ده الحمد لله شبعانين. يلا يا داود، يلا يلا بينا يا داودار. اتفضلوا. خلي لك دي، صلى على النبي بقى داود، في ايه ياض؟ شيلها من دماغك. اقول لك على حاجه، البنت مش بتحبك خلاص، هتستناك والله العظيم، وهتتجوزوا وتبقوا زي الفل. قول خالك دي برداش قال. استغفر الله العظيم يا رب. روق اخوك شويه، روق اخوك شويه. فيها شام ياد النيله، بطارية نامت. البطارية نامت، صحيها بقى. ما كفايه هزار بقى يا خالو. الله في ايه يا قلبي، تحترم خالك شويه. هنعمل ايه بقى ان شاء الله؟ بقول لك يا داوود، ما تكلم سلمى تنزل تدينا وصله. لا والله ما هو ده اللي ناقص، انا مش هكلم حد، احنا اتطردنا يا جماعه. على فكره هما اللي ولاد الذوق، والست حماتك دي قليله الذوق اصلا، قامت من نص القعده ما جابتلناش حتى حاجه تتاكل. طب هنهبب ايه بقى في الموضوع ده؟ ما اعرفش، بس انا مش هكلم حد. ياض فيها ايه؟ دي واصله بوز في بوز كده، هناخد العربيه ونتكل على الله. يا جماعه انا مش هكلم حد، ايه الهبل ده؟ طب حلها انت يا سيدي. ما اعرفش، احنا نزقها بقى بره الكومباوند ونكلم فادي يجي لنا. يا ابني نزقها ايه؟ ده مشوار قد، وهنزقها كل ده بره الكومباوند؟ ما اعرفش، اهو نزقها وخلاص، بس انا مش هكلمها، اقول لها اخويا عربيته عطلانه واطلعي ساعدينا. ياض ما تبقاش حسيس كده، خليك كلح. اقول لك على حاجه، احنا نزعق ونقول الحقونا يا ناس، غيتونا يا خلق، جاي جاي. هي هتطلع تقول لنا في ايه، في ايه؟ نقول لها العجب. والله العظيم لو حد فيكم عمل النمره دي عمل حاجه في نفسه. خلاص يا عم، غيتنا انت وزقها. يلا يا عنتيل، يلا يا ابو العنتيل، يلا. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.